اسمه هدى عبد الصبور. كم سنة عنده هدى؟ 55 سنة. ايه اللي حصل لحضرتك؟ حصل معايا انفصال صحفي قاعد مع مرات ابوه ده المسنين في 6 اكتوبر، بس كانت ساعتها حلوة. يعني انت كنت فين قبل ما تروحي دار المسنين؟ كنت في القسم من قبل هنا. طيب احكي لنا، انت بداية اصلا ان انت اهلك كانوا بيتعاملوا معاك ازاي؟ زفت، مفيش ام تعمل كده ولا اب. عندهم عيال، عندهم يطلع له ابني الوسطاني هيضربني مسكني في شقة، قفل على الباب بالمفتاح. يا ابني اتخانقت تنزلني تحت؟ لا. يا ابني تعبت؟ لا. يا ابني مش واخد على الواحد. عارف الناس تعرف؟ لا. قفل على الباب 20 يوم، الجيران بيجيبوا الاكل من الشباك من البلكونه. يعني قفل عليك الباب وهو ما كانش بيجيب لك اكل؟ كان بيجيب لي سندوتش طعميه الصبح خلاص. كل ما اشوف احمد انا جعان، عندي السكر، احمد انا جعان، لحد ما اروح اجيب لي اكل ايه بثلاث اربع ساعات. والجيران كانوا بيجيبوا لك الاكل؟ من البلكونه. الله يصلح حاله. عم فرج جالنا عن طريق التدخل السريع. اول حاجه قابلنا عم فرج، عملنا له كافه الرعايه الاجتماعيه من نظافه وطمنا على صحته، هو وكشفنا على رجله كان فيها بعض الجروح عالجناها. قصه عم فرج باختصار بتكمن في عم فرج كان انسان طبيعي خالص عايش في وسط اسرته، كان هو اخ لخمس بنات. بعد ما توفى باباه ومامته اخواته البنات خدوا منه الشقه، راح قعد مع اخته شويه في مدينه بدر. كان الاول عم فرج ده كان شغال في الهيئه العامه للبريد، دنوا فيها فتره، بعد كده خرج تركها واتحل التقاعد لظروف غير معروفه. بعد كده كان في بيته، ساب بيته عشان قال له البيت ده انا هيقع، فساب بيته لاخواته ومشي. بعد ما ساب بيته راح منطقه بدر واشتغل فيها شويه مشرف امن، بس كان دائما التنقل من مكان لمكان وما كانش بيستمر في شغلانه كتير، فقعد وكان اجر شقه بس ما كانش قادر يدفع الايجار بتاعها، فمما ادى ذلك انه ترك الشقه واستوطن في الشارع اكثر من 3 سنوات في مدينه بدر. كان قاعد مع اخته بردك، اخته تركته في الشارع.